السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. بصوا دلوقتي، انا دلوقتي عندي داتا بسيطة جدا اللي هو اسم الشخص وبياخد كورس ايه، اذا كان كورس اسباني او سوفت وير او انجليزي او فوتوشوب. فاحنا دلوقتي عايزين ننسق كده شوية حاجات ونستخدم البيفت تيبل بشكل منظم شوية. بص انا صح نسيت يعني اقول لكم، انا اسمي محمد تحسين، ودي قناتي اسمها قناة السرشاجي. احنا بنتكلم عن الساعات وبنتكلم عن الاكسل وبنتكلم عن العضلات وبنتكلم عن التخسيس وبنتكلم عن كل حاجة. فأتمنى حضرتك ما تنساش يعني تدعمني بلايك للفيديو وتشترك معايا في القناة، وإن شاء الله هتستفيد. بص عشان تستخدم البيفت تيبل بطريقة صحيحة، بص هنقف كده في أي مكان في الجدول ده وهندوس كلمة انسيرت وهندوس كلمة بيفت تيبل. فبيقول لك الداتا دي الداتا المتحددة اللي هي ما بين الشرط الصغيرة دي، فدي بتتحدد، الجدول كله متحدد اهو، تمام؟ فبيقول لك انت عايز تحط الداتا دي فين، في النيو ورك شيت يعني في شيت جديد ولا في اكزيست ورك شيت. فبقول له انا عايز الاكزيست، انا عايزه يتحط هنا كده، تمام؟ فانت عايز تحط، عايز تنظم بقى الداتا دي تنظيم كويس. فانت هتحط النيم في الرو. الرو دي يا جماعه يعني الصفوف، الصفوف اهي بالصف، الصف. والطبيعي واللوجيك او المنطقي ان الصفوف تبقى اكتر كتير جدا من العمدان، لان الصفوف دي اسامي للطلاب، اما العمدان بتبقى بكتير قوي، بيبقى حوالي 7 8 10 كورسات. فانت هتحط النيم اهو وهتحط الكورس في الكولوم. بص الكورس اهي، تمام. فدلوقتي احنا عايزين نعرف الكورس اللي احنا مديني، يعني احنا كام واحد بياخد كام كورس عندنا، وهل في ناس بتاخد اكتر من كورس. هنعرف دلوقتي، احنا دلوقتي حطينا الكورس ده بالطول اللي هو العمدان اهي، بالطول اهي، تمام. وبعد كده نسحب الكورس ده تاني وهنضيفه هنا تاني. الكورس بيتنطق بالكاونت لانه دي اسماء مش ارقام، الاسماء بتتنطق بتتجمع مش بتت يعني بتتجمع بالعدد مش بتتجمع كارقام. فالكورس ده دلوقتي، فهنيجي نبص كده نلاقي ابادير. ابادير ده بياخد كورسين، بياخد اتنين تركيش. دي طبعا غلطه طبعا، يعني دي كده مصحه اهي، اتنين اهي. ده مثلا واحد زي اسمه احمد نبيل، احمد نبيل ده بياخد كورس اسباني وبياخد كورس فوتوشوب. طب ننزل كده عند رقم اتنين تاني، اهو راح رقم اتنين اهو، بياخد كورس اسباني وبياخد كورس عربيك. طب ايه رايك، طب لو نعمل مثلا صورت ونخليها مثلا largest smallest، يعني اكبر فاصغر. يعني بص احنا كده عملنا الصورت دي اللي هي ايه، الصورت اللي هي باعاده تنظيم، وخليناها من اكبر largest to smallest، يعني من اكبر للاصغر. اهو مثلا في واحد اسمه محمد جمال، ده بياخد كورس سوفت وير وكورس فوتوشوب. مايكل ماهر بياخد كورس سبانيش وبياخد كورس انجلش، وهكذا. ده اللي انت تعرف تنظم بيه. طب ايه رايك لو احنا عكسنا الموضوع؟ بص لو احنا كده عكسنا الموضوع ايه اللي هيتم؟ بص هنجيب الكورس بدل ما كان هنا نخليه هنا، ده الرو هنخليه في الرو. بص بقى لو احنا جينا حطينا مثلا الاسم هنا، بص ايه اللي هيتم؟ بص الاسامي هتبقى بالطول ازاي؟ طول كتير قوي، فبتبقى شكلها مش حلو. طب لو احنا مثلا عملنا مثلا بطريقه جديده، ثواني طولت لي كده. طب لو احنا مثلا عايزين نحط الاسم وجنبه بياخد كام كورس بالظبط، جنبه بالظبط اهو في الاسم اهو، ونحط جنبيه الكورس اهو، فهتبقى بالشكل ده. فهنيجي هنا نيجي على كلمه ديزاين، وهنا ونخليها تابيولر اهو، هيبقى بالمنظر ده كده. ونخلي دي جراند توتال اوف، ونخلي دي سب توتال، دونت شو سب توتال. فبقى كده الشكل اهو، الشكل ان هو واحد زي، ودي نخليها دي كده، نخليها باسم ريبيت. ريبيت بمعنى ان واحد زي اسمه احمد نبيل جايبين الاسمين تحت بعض، اللي هو بياخد كورس فوتوشوب وسبانيش. واحد زي، بص هتلاقي اسمين تحت بعض بيبانوا، يعني هتلاقيهم بيبينين. واحد زي اهو، واحد زي محمد جمال اسماعيل بياخد فوتوشوب وسوفت وير، وهكذا. دي الاسامي اللي هتلاقيها مكرره. ولو انت عايز تعرف الاسامي المكرره اكتر، هنقف هنا كده وهنيجي ندوس على كونديشنال فورماتنج، هايلايت دوبليكيت. اهو جاب لك اتنين، هما بياخدوا اتنين، وهنا اهو بياخد اتنين، وهنا وهكذا بياخد اتنين. ولما تيجي تنقلهم في شيت اكسل تاخده كده كوبي وتحطه كده فاليو كده اهو، وتظبطهم كده بالمنظر ده كده، وتروح ماسح دي كده، وتروح مظبطهم بالمنظر ده كده بشكلهم شيك اهو، تعمل ده كده. لو انت عايز تبينها اكتر تبين كده، تعمل هايلايت على الباقي اهو، يبقى ده واحد بياخد اتنين كورسين عشان، وده بياخد كورسين، وهكذا. بس فاتمنى اكون فدتكم يعني افاده بسيطه يا جماعه. وما تنساش طبعا تعملي لايك للفيديو لو حضرتك استفدت، وتشترك معايا في القناه. وشكرا جدا ليكم، وكان معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.